مشاهدينا رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل. من أكثر الكتب اللي صدرت مؤخرا في 2000 من 2072 صفحة، والكتاب عبارة عن حكايات رحلات لأيرلندا، واللي قضت فيها ضيفتنا سنوات كتيرة جدا ما بين أمال وأحلام وجولات ومشاهدات وعيشة ومعايشة للمجتمع الأيرلندي. شافت أماكن كتير وشافت عادات هناك أكيد علقت في ذاكرتها وأكيد حابت تتكلم عنها. هتحكي لنا حكايات كتير جدا عن أفراحهم وعن أحزانهم وعن طريقة عيشتهم وعن البلد وعن إزاي هم محافظين على بلدهم وعلى جمالها وعلى الجرينز الموجودة، إزاي هم محافظين وبيزرعوا والنظافة وحاجات كتير جدا أكيد ضيفتنا شايفاها وزي ما كلنا بنشوفها في الصور أو لو بنسافر، بس هي تعرف أكتر لأن هي عاشت مع الشعب الأيرلندي وهتكلمنا عنه. أستاذة سلوى الحمامسي مؤلفة كتاب الشمس تشرق أحيانا رحلات في أيرلندا، صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتك من أهلا بيكي، صباح النور وصباح الخير على كل المشاهدين. في البداية عايزين نتعرف من حضرتك عن تفكيرك في الكتاب. هو الكتاب عنوانه الشمس تشرق أحيانا رحلات في أيرلندا، إيه علاقتهم ببعض وليه حضرتك اخترت الاسم ده للكتاب وجات لك فكرته منين؟ هو الحقيقة أنا قضيت 4 سنوات في أيرلندا أو 5 سنوات في أيرلندا، وأيرلندا يعني زيها زي معظم الشعوب الأوروبية بيبقى دايما الشمس خفيفة في الشتاء، يعني دايما الجو كده بتلاقيه رمادي مغيم زي لندن، مغيم السحب منخفضه، فالشمس ما بتطلعش بتطلع كل يوم بس على استحياء، يعني ممكن تطلع بس ضوء بسيط كده، ممكن تطلع نص ساعه تطلع قبل شويه وتمطر شويه، هي بتمطر كل يوم بس الشمس دي حاجه نادره، فبقول الشمس تشرق احيانا واحيانا لا، يعني هي ساعات تشرق ساعات لا، يعني فهو عنوان يعني يلخص طبيعة الجو في أيرلندا. من هنا جه عنوان الكتاب. طيب الكتاب 272 صفحة، أخذ وقت قد إيه من حضرتك علشان كتابته؟ وقد إيه لقيتي صعوبة في إن أنت تسردي، حضرتك عشت كام سنة هناك؟ 5 سنوات. 5 سنين، إنك تسردي 5 سنوات يعني بشكل عن الأفراح وعن الأحزان وعن الحياة وعن الجو وعن الشمس وعن المطر وعن حياة حضرتك وعن معاشرتك للشعب، سردتيه ازاي؟ والله طبعا يعني أنا ابتديت من معانا الغلاف كمان، دايما ببتدي من رحلة الطائرة، فزي ما انت شايفة دايما أيرلندا أشهر حاجة. مين اللي مصمم الغلاف؟ يعني أنا فكرة الغلاف كانت فكرتي، هو تصميم فنانة اسمها إيمان، بس انا فكره الغلاف انا اللي اخترت الصوره دي لانها بتلخص طبيعه الارض الايرلنديه، انها كلها خضره، كلها مرتفعات ومنخفضات، سحب منخفضه والشمس جدا والشمس برضو يعني خافته، ما ده كان يوم مشمس يعني هو بس مش مشمسه قوي يعني، مش يعني الشمس الجامده، خفيفه رقيق بس يعني لما بيكون في شمس يعني الناس كلها بتسيب بيوتها وتنزل في الشوارع، وتلاقي المذيعين في التلفزيون في الراديو ينزلوا يعملوا لقاءات، والله ينزلوا يعملوا لقاءات مع الجماهير، هتعمل ايه النهارده الشمس طالعه ومشمسه، يعني كنت اسمع مثلا ربات البيوت تقول انا بسيب كل حاجه واطلع اخد البيبي بتاعي واطلع في الشمس، لان طبعا دي حاجه نادره وهم دايما عندهم نقص في فيتامين د بسبب عدم التعرض للشمس، فبيبقى عيد يعني عيد عندهم. زي ما سالنا ادب الرحلات ده بيبقى صعب جدا، هيقولتي لي بتبداي الكتابه من الطياره، حضرتك قررتي السفر ليه وبداتي ازاي كتابه الكتاب؟ هو انا الحقيقه كنت بكتب عاده قصص قصيره ومقالات اجتماعيه في بعض الجرائد، ولكن بحكم طبيعه عمل الزوج هو دبلوماسي في الخارجيه المصريه، فبيتنقل يعني بنقعد مثلا سنه في مصر وبقيت عمرنا بره، فانا لقيت نفسي بتجه تلقائيا لادب الرحله، يعني بقعد اتكلم عن الاماكن اللي بروحها وبعايشها وتقاليد الشعوب وحفلاتهم واحتفالاتهم واسرارهم، يعني فهو ده السر يعني ان انا لجأت لادب الرحلات. اسرارهم ايه بقى؟ كلمت والله يعني اسرارهم كتيره جدا، يعني طبعا لو واحد راح مثلا زار يومين ثلاثه ما بيلحقش يعرف كل حاجه، لكن بيشوف من بره ما بيشوفش من بره بس، وطبعا في معلومات على الانترنت، عدد السكان، طبيعه جغرافيه، لكن عشان تجيبي حياه الناس وعاداتهم وتقاليدهم من المعايشه دي طبعا حاجه صعبه جدا، لازم تعايشي الناس. فانا كان ليا اصدقاء كتير في ايرلندا وكنت دايما اسالهم
انتوا بتعملوا ايه، كنتوا بتعملوا ايه زمان، كنتوا بتعملوا ايه دلوقتي، واختار الموضوعات واناقشهم فيها بحيث استخلص لنفسي ثقافه هذا الشعب. اكتر حاجه لفتت نظر حضرتك العادات والتقاليد، طريقه الحياه، طريقه الشغل، طريقه يعني حتى الاجازه، ايه اللي لفت نظر حضرتك وكتبتي عنه؟ هو اكتر حاجه لفتت نظري طبعا هو النظام والنظافه، دي سمه غالبه على الشعوب الاوروبيه والاسيويه المتقدمه وكل بلاد العالم يعني. فمش دي اللي لفت نظري، ان الناس بتتصرف بشكل واحد تقريبا. فده ازاي يعني؟ دي حاجه غريبه يعني. مثلا يعني حد مثلا تمشي في الشارع تلاقي الناس بتبتسم لك بتحييك، كلهم بيبتسم، يعني الغالبيه في السوبر ماركت الكاشير يبتسم لك. انا الحكايه دي طبعا بلقطها، لان في بلاد تانية زي اوكرانيا مثلا مزبوط. ما كانش في حد بيبتسم لحد نهائي. حتى لو انا ابتسمت لحد ما يبتسم، ما يردش الابتسام خالص، بالعكس. صح. العكس تماما، جفاف شديد. فهم شعب يعني لطيف جدا وطيب جدا، يعني يعتبر الطف شعوب العالم. يعني عامل زي مصر، زي ما بنقول اخلاق القريه القديمه في مصر. هم كده. والعادات والتقاليد ايه اللي لفت نظر حضرتك فيها؟ يعني مثلا بيجي عندهم سانت باتريك داي، القديس باتريك ده هو اللي دخل المسيحيه في ايرلندا. فهم بيحتفلوا دايما بيوم باتريك ويلبسوا اخضر، لان ده الاخضر اللون الوطني في ايرلندا، وينزلوا في الشوارع ويبقى فيه مهرجانات وعربيات فيها عليها فنانين وراقصين وراقصات وموسيقى، وبيبقى يوم من اوله لاخره البلد ايرلندا كلها بتحتفل بسانت باتريك داي. وفي حاجات كتير بيعملوها يعني في الكريسماس قبل الكريسماس. احتفالاتهم مختلفة جدا يعني. انا عشت الكريسماس في بلاد كتير قوي، يعني عشت ايام الكريسماس دي في بلاد كتير قوي. ايه الفرق بين ايرلندا وبين اوروبا في الاحتفال بالكريسماس؟ ايرلندا بالذات انا حسيت ان الكريسماس ده انا جزء منه يعني. دايما احنا مش بنحتفل بالكريسماس يعني في مصر، او بالنسبه لي يعني، لكن في ايرلندا حسيت ان انا لازم احتفل بيه كانه يعني بشكل مدني، يعني مش بشكل ديني، كانه ايه بدايه العام الجديد. فلقيت تلاقي كل البيوت فيها شجر كريسماس وبيحطوه جنب الشباك، ويبقى الزينه بتاعت الكريسماس من جوه باينه للناس من بره، ويزوقوا الشجر بتاع الحدائق بتاعتهم، لان معظم الناس ساكنين في بيوت من دور واحد او دورين. فلقيت نفسي يعني انا الوحيده اللي مش حاطه شجره كريسماس، فروحت جبت شجره كريسماس وحطيتها جنب الشباك، حطيت زينه الكريسماس، بس بخليها بعتبرها احتفال بالعام الجديد. وحسيتي بايه بقى اول مره تسافري وتحطي شجره وما كنتش بتحتفلي؟ حسيت باحساس جميل انها بتضفي بهجه في البيت، وكمان ابتدى يجي لي كروت. طبعا دلوقتي احنا انك تبعتي كارت لحد دي عاده قديمه قوي. دلوقتي بقت مسج على الموبايل. على الموبايل او على الانترنت. بس الكارت ليه احساس تاني. هم دلوقتي ما زالوا ماشيين على عاده ارسال البطاقات المعايده الورقيه. فكل اسره تجيب مثلا 40 50 كارت، وبيتباعوا كده في باكيتات، يبقى كارت هو نفس النموذج او نفس الديزاين. وترسلوا. دي من الحاجات الكويسه جدا ان انت مع التكنولوجيا ولسه محتفظه بعاداتك وتقاليدك. ده مش عيب يعني، ده بيخلي في روح من الترابط، وان انت حاسه بيا وعايزه تبعتي لي كارت مهتمه، مش مجرد مسج بتكتبيها في ثانيه واحده وبتبعتيها لكل الناس اللي طبعاً. عندك. ده بيحسسك باهتمام. وكان بيجي لي انا كمان كروت. أيوة. من اصدقائي الايرلنديين يبعتوا لي كروت في الكريسماس. طيب قولي لي اكتر موقف على المستوى الانساني حضرتك عشتيه هناك ومأثر فيكي وكتبتيه في الكتاب. والله في حاجات كتير قوي يعني، بس انا ممكن اختار لك واحد. ان انا هناك في مركز اسلامي، كنا احيانا نروح نصلي الجمعه مع اولادي، لان طبعا هو تقريبا المسجد الوحيد في البلد، فبحاول ان انا اعلمهم او افكرهم بثقافتنا العربيه والدينيه، وان في صلاه جمعه يعني ان لو كان عندهم اجازه في اليوم ده، لانه عاده بيبقى دراسه. ففي يوم رحت مع ابني، ما كانش لاقي باركينج في المكان يعني، كان مزدحم جدا، فقلت له انزل انت صلي وانا هستنى في السياره. فلقيت وانا قاعده لقيت واحده ايرلنديه بتخبط على الازاز، افتكرتها مثلا بتقول لي انت راكنه غلط او كده، لقيتها بتقول لي انت عايزه تروحي تصلي ومش لاقيه مكان للباركينج،
هي شافت المشهد ده ان ابني نزل وعمال يبص حواليه مش ان لاقي هو مكان. مش لاقي باركينج، وان انا قاعده وهو نزل، فجت قالت لي تعالي اركني قدام بيتي. وهي مسيحيه كاثوليكيه، وكان ممنوع ان الواحد يركن قدام بيت حد، يعني ممكن الجارده اللي هي البوليس يجوا يشيلوا العربيه. فهي اذنت لي ان انا اركن قدام بيتها واسد البوابه في سبيل ان انا تسمح لي ان انا اروح اصلي في المسجد. وهي بمنتهى البساطة والروح الإنسانية والسلام يعني. فجميل قوي الروح دي منهم. كويس قوي إن الإنسان يحس بالتاني، ده حاجات أكيد بنتعلمها وحاجات إحنا كانت عندنا زمان، الحاجات دي افتقدناها شوية دلوقتي، موجود بعضها بس افتقدناها. أنا هقول لحضرتك حاجة على المقولة دي، إن ساعات ناس تقول الناس في مصر اتغيرت، الناس في مصر بقت مش كويسة. انا رجعت بعد السفر بقدر الاحظ اكتر، يعني انا الحقيقه ما لقيتش حد، يعني الحمد لله ما شفتش تجارب سيئه مع الناس، لكن لاحظت ان اصحابي وقرايبي والناس اللي انا كنت عارفاهم من زمان هم زي ما هم ما اتغيروش. يمكن مثلا الزحام زاد، التوتر بتاع الناس زاد قليل بسبب الزحام ومتاعب الحياه، لكن المعادن الاصيله بتفضل زي ما هي. صح، هو ده اللي عايز اقوله. مصر عمرها ما تتغير اكيد، وهنفضل زي زمان، بس اكيد برضو في حاجات هناك في الحضاره الايرلنديه حضرتك عشتيها وحسيتي بفرق بينها وبين مصر. حسيتي ايه الفرق في الحضاره بيننا وبينهم؟ هو اهم حاجه هي ايرلندا، يعني ما تعتبرش من مصاف الدول الاوروبيه نمره واحد، يعني تعتبر نمره اتنين، يعني مثلا عندك بالمفروض بريطانيا والمانيا وفرنسا اعلى منها طبعا من ناحيه الحضاره. لكن من ناحيه تانية بتقيسي مقياس الحضاره في البلد لما تشوفي الشوارع مثلا مجهزه لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصه، لما تلاقي رصيف مصر مثلا في مكان منزلق كده شويه علشان اللي راكب كرسي متحرك يقدر يطلع عليه بسهوله، ما تلاقي اشاره مرور مخصوص للمرور، مش لمرور المشاة، لمرور المشاة مش للعربيات. ايوه مظبوط، يعني في اشارات مرور موجوده بتاعت السيارات. في اوروبا كلها. لا، في كمان لو حضرتك عايزه تعدي بتدوسي على الزرار عشان تعدي، الاشاره تقف تعدي. فدي طبعا بيحترموا ادميه الانسان، بيهتموا بالانسان اكتر. طبعا دي يعني دي سهله قوي انها تتنفس في مصر، مش صعب ابدا ان احنا نعمل كده. انا كل ما يعني لو سافرت بلاقي ان بقدر اعدي الشارع بسهوله بولادي، انا هنا ما بقدرش اعدي الشارع خالص. دي مشكله فعلا من المشاكل اللي موجوده في مصر ولازم يبقى ليها حل. زمان يعني كان اسهل من دلوقتي الزحام، وان انت مش هينفع تجري وسط العربيات بالزبط. ده هيعمل مشكله، فلازم المشكله دي تتحل فعلا، ونبدا ان احنا يبقى عندنا اشارات مرور واشارات لعبور المشاة. بالظبط. وفي كمان يعني النظافة ده عنصر أساسي، شفت كل البلاد اللي سافرت فيها، بس لما رجعت مصر للأسف لاحظت أن موضوع القمامة زاد شوية. فإحنا لازم نشوف حل للموضوع ده. إحنا بلادنا دايما لو شفتي في الأفلام الأبيض وأسود فرجتي على الشوارع كانت أجمل من كده، بنشوفها زي شوارع أوروبا. كانت جميلة. إحنا عايزين نهتم بموضوع النظافة ده، يعني زي ما بنحافظ على نظافة بيوتنا نحافظ على نظافة الشارع. دلوقتي حضرتك قدمتي كمان العديد من الأعمال الروائية مثل قيود الأحلام وصحراء الأربعين ومذكرات مغتربة في سنغافورة وعروس من بلاد الروس. كل هذه الأعمال حضرتك رصدتي فيها رحلاتك. إيه الدولة اللي بتتمني إن أنت تروحيها المرة الجاية في الرحلة الجاية وترصدي شعبها وحضارتها وتكتبي عنها وتعرفينا بقى الحضارة دي والشعب ده عايش إزاي؟ هو بس انا لسه ما اصدرتش روايه. هي الاعمال اللي حضرتك قلتيها عروس من بلاد الروس دي كانت مجموعه قصصيه، صحراء الاربعين دي مجموعه قصصيه، لكن مذكرات مغتربه في سنغافوره ده ادب رحلات. فانا الحقيقه يعني اتمنى اروح بلد، ايه ده سؤال صعب جدا، لكن انا اتمنى انها تكون امان ويكون فيها خير ونرضي ربنا فيها، و اكيد اي مكان هروحه هقدر اكتب عنه. حضرتك روحتي اوروبا، مش عايزه تروحي؟ انا روحت اسيا. روحتي اسيا؟ ورحت اوروبا. اتمنى ارجع اوروبا تاني. فين في اوروبا؟ في ايرلندا برضو؟ اكتر مكان حبيتي عايزه ترجعي تاني؟
في اوروبا ايرلندا حلوه جميله، ممكن احب ان انا اروح النمسا، احب ان انا اروح الامارات، لان الامارات دي بيجتمع فيها الثقافه العربيه والثقافه الغربيه. لما كنت عايشه في الامارات كنت حاسه ان انا في مصر وان انا في اوروبا مع بعض. مظبوط، ده حلم الاوروبيين ان هم يروحوا يعني الامارات الامارات دي يعملوا دوله سياحه. نموذجيه، يعني خصوصا مدينه دبي يجب ان العواصم العربيه تقتدي بيها في انها نظيفه جميله انيقه مصممه تصميم حديث احدث من اوروبا ولندن، فحاجه مشرفه جدا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وان شاء الله نستنى الرحله الجايه والكتاب الجاي ونقراهم ونعرف اكتر عن الشعوب وعن الحضارات وعن البلاد اللي ما رحناهاش. استاذه سلوى الحمامسي مؤلفه كتاب الشمس تشرق احيانا، رحلات في ايرلندا، وكتب تانية كتير، نورتينا في نهارك سعيد. شكرا شكرا جزيلا يا فندم، لحضرتك. نهاركم سعيد. مشاهدينا دلوقتي هيكون معانا تقرير عن المعرض الفني للمشغولات اليدويه واللوحات الفنيه، هنشوفه دلوقتي في الفاصل وهنرجع لكم تاني باقي فقرات نهارك سعيد.